هاي يا حلوين، كيف كنت؟ شو الاخبار؟ اليوم بدي اعمل ميك اب توتوريال. بصراحه ميك اب لوك غريب. اليوم في عرس، في مناسبه، وبدي اعمل ميك اب لوك يناسب الفستان اللي لابسته. رح البس فستان لونه موتارد، اصفر موتارد هيك شيء. فحابه اعمل لوك غريب ما عملته من قبل. بالعاده بكون سيمبل، فهالمره بس حبيت ضيف هيك لمسه على العيون. حطيت الفيك لاشز هلا من شوي، لانه بقعد ساعه وانا محطهم لاني ما بعرف احطهم، فحطيته ونهار رح بلش. اوكي، رطبت وشي، بس شكلي عم فكر بلش بالعيون اول، وبعدين بوشي. نبلش بالعكس هالمره. سو بدي احط بيس، رح احط كونسيلر او لون فاتح على جفني. اوكي، يا ان شاء الله اعرف اشتغل وانا حاطه اللاشز. بعرف انه بالعاده بحطوا اللاشز اخر شيء، بس انا ما عندي غير الجلو الاسود لاني ما كثير بحط انه فيك لاشز، فبخاف لوت حالي لانه دائما بعملها، بترك اللاشز لاخر شيء وبلوت حالي. فهالمره حبيت احطهم مشان ما اغلط الغلطه اللي دائما بغلطها. اوكي، حطيت هلا البيس على جفني. هلا رح اعمل له بلند، ماني مطلع على الغراض. اوكي، خليني طلع. اوكي، حطيت الكونسيلر. هلا بدي احط الباودر مشان ثبت الكونسيلر اللي حطيته. رح احط كمان لون فاتح، خليني اعمل له بلند مشان ما يكون في خطوط، ورح ثبته بالبودرة. اوكي، ان شاء الله يطلع حلو اخر شيء، لانه خايفه لوت الرموش، بس كل شيء له حل، بزبطه اخر شيء ان شاء الله. اوكي، هلا اللي رح اعمله، رح استخدم هاي الباليت الجديده من تارت. اوكي، فيه هذا اللون، حابه استخدم هذا اللون. سو هذا اللون رح احط، كنت عم اقول هذا اللون رح احطه جوا الجفن وهون. اوكي، وبرا بدي احط نفس لون البرونزر. خلينا نشوف بهاي الباليت شو فيه. اوكي، يمكن بلش بهدول. بلش بهدول اللونين مشان اسحب عيني شوي، اعطي لون لجفني. اوكي، هاي الباليت من هدى بيوتي. اوكي، مكست اللونين سوا وراح بلش ادمجه على اول جفني كله هيك لبرا. انسوا سحبة العين حاليا، هاي المقطوشة بنظبطها بس نبلش نعمل الفاونديشن. اوكي، غمقت اللون شوي، انه زدت لون مغمقته. اوكي، حاليا هذا الشيء اللي عنا اياه، كل شيء ملخبط بس trust the process ان شاء الله. مبين عندي هون اغمق من الكاميرا ما بعرف ليه، بس المهم. اوكي، هلا اللي بدي اعمله انه بس بدي زيد شوي من الابيض هون، مثل cut crease فيكن تقولوا. اوكي، مشان لو تحط اللون الاصفر يكون واضح. بهالطريقة حاسة حالي عم بعمل خبيصة، بس خلينا نشوف شو بيطلع معنا. اوكي، هلا بدي احط اللون الاصفر على الجفن، طبعا طار شوي هذا، برجع بظبطه مو مشكله. بسيطه، ما تستبسطهاش، هي وقت الشخص يتعلم كلمه جديده ويضل يقولها. اوكي، بلشت احط اللون الاصفر على المكان هون، مش من قدام. جماعة أنا خايفة يطلع شيء مقرف.
بعرف شو عم بعمل، بس خلينا نشوف شو بده يطلع معنا اخر شيء. عم زيد شوي من اللون. اوكي، وراح ارجع اعمل بلند للون اللي حطيناه هون. اوكي، راح ارجع اعمل هاي العين، هاي العين، وبرجع لكم. اوكي يا جماعه، فشت المحاوله، رحت غسلت عيوني وشلت الرموش لانه المحاوله فشلت. اول مره بستعمل الوان فاقعه، يعني اول مره بستعمل لون الاصفر وهيك، ف ما بعرف يمكن اختيار الالوان كانت غلط، الله اعلم. بس ان شاء الله حتدرب وراح اقدر اعمل. حابه اعمل لوكات غريبه، حابه استعمل الوان غير العاده. بس هلا خلص لليوم راح ضل على ميك ابي الطبيعي. راح احتقله طبعا اكيد لانه عرس، راح يكون تقيل، وراح اسحب العين واعمل لوك برونز. اوكي، سو حطيت مرطب على وشي، وهلا بدي احط البرايمر. طبعا حيخلص البرايمر، بس البلذا راح يخلص البرايمر، بس هذا بصراحه احلى برايمر استخدمته بحياتي من تارت. بيعمل جلو حلو، بيخلي البشره مرطبه. حلو شعور البشره انه تكون مرطبه. منيح اني قمت جهزت بكير، عارفانه اني انا راح اخبص الدنيا بصراحه. اوكي لا، مو بكير، معي ساعة اكون خالصة، ساعة بعدين لازم اروح الصالون لاعمل شعراتي. اوكي، سو هالمرة راح احط فاونديشن منيح. اوكي، اخذ الفرشاية ووزعه على وشي. يا الله وشي طالع لي حبة، طالع لي حبوب كتير غليظة، بس عم غطيهم يعني، بس كتير غلاظ. في هاي اللي هون ما عم بتروح وكبيرة، يعني انه مبينة. هذا كله من الستريس والتوتر اللي انا فيه حاليا. اوكي، رطبت البيوتي بلندر تبعي بالفيكس سبراي. هلا رح نبلش نعمل بلند. انزل شوي على الرقبة لانه الفستان كاشف لي رقبتي، فمشان ما يصير لونين، وشي لون ورقبتي لون. وتتوزعوا البرودكت بصير سهل تعملوا بلند، ما بيجمع بمناطق، فلازم تعملوا هذا التكنيك. اوكي، هلا رح احط الكونسيلر بهالشكل. هالمرة كترت كونسيلر. اوكي، احطه هون يعني مكان الحبه غطيناها. تمام، اوكي هلا بدنا نعمل بلند. هذا الكونسيلر كمان كتير حلو، بس مشكلته انه تقيل. يعني اذا حابين تعملوا لوك بسيط، انا بستخدمه لانه الكفرج تبعه حلو، ما بحط فاونديشن بايام العاديه، بس اذا حابين هيك لوك سيمبل هذا كتير تقيل. في كمان تبع تارت بيحكوا بيقولوا عنه كتير منيح، تيب شو اسمه، تيب سمثينج. اوكي، هلا راح احط الباودر، اللوس باودر. خلص اللوس باودر تبعي من هدى بيوتي، فعم بستخدم الميك اب فور ايفر لوس باودر، كتير حلو كمان. اوكي، هالمرة بدنا نكتر لانه فول داي. اوكي، اهم شي تعملوا بلند قبل ما تحطوا البودرة مشان ما يكون في خطوط. دايما بحب نزله هيك على الأنف لأنه بيعمل كونتور طبيعي بدون ما تعملوا كونتور. تحطوه هون. أوكي، هلأ
رح بلش باللي تبقى بالسفنجة، رح وزعه على كل وشي كالعادة. اوكي، بس في شي اليوم رح استعمله من نوت كوزمتيك، في لحظة ستاردست بيكت باودر كتير حلو بيعمل جلو بيشل، فرح استعمله على كل وشي. رح اخد فرشاني شوي بلكي بهالطريقة. اوكي، وانا عبيت حالي فودرة نشيله منها. اوكي، رح اخده هيك. اوكي، ورح احطه على كل شيء، بيعمل جرو كتير حلو. ما بعرف اذا شايفين بس بيعمل جلو حلو، ما بعرف شو بيعمل بس كتير حبيته وريحته كتير حلوة. منتجات تبعهم ريحتها كلها حلوة. طبعا انا دايما بوسخ هدول بس مو مشكلة. اوكي، حطيت كونسيلر فوق عيوني وكمان حطيت بيكنج باودر، وهلأ رح بلش حط البيس تبع العيون. بلش بهذا اللون ومده لبرا. حلو هاللون، تمام. حابة زيد شي غامق شوي هون، فيمكن حط، خلينا نشوف باليت تانية، يمكن حط بني شوي مو كتير، ما رح كتر، بس خليني اعمل بلند. اوكي، هلا رح حط البني بس باطراف يعني هون. اوكي، ورح ارجع اعمل له بلند. بس مشان يعطيه هيك دبث، يعطي للعين دبث. وكمان تعمل سحبة حلوة يعني. أظن طلعت لي حبة هون منفوخ جفني، الله يستر. أوكي، سو زدت نفس اللون الجفن تحت العين، بعدين حطيت البني على يعني الرمشة بالزبط، وبعدين سحبت الشادو لبرا، عملت وينج. هلأ بعدين رح ننظف ونسحب العين كلها، فطنشوا كل هالأمور. خليني هلأ شيل البودرة بالتكنيك اللي فرجيتكم اياها من قبل بالبيوتي بلندر. اوكي، حتى من هي الجهة مشان اقدر نظف العين. اوكي، هلأ رح اخد الفرشاية هاي مشان نظف. ترى نفس الشي هون. اوكي، ناخد هاي مشان اقدر اعمل بلند بسهولة. اوكي، سو حاليا العيون هيك، ما بعرف شو بدي زيد كمان، بس خلينا نشوف اخر شيء اذا بدي زيد شيء. حطيت ابيض هون على فكره، نسيت اذا قلت لكم. هلا حطيت كحله جوا العين ومن فوق كمان من هون. اوكي، all the way down. وهلا رح اعمل وشي وارجع لكم، ححط مسكره وكل شيء وخلص كل شيء وارجع لكم. اوكي، سو هذا هو اللوك، خلصت، حطيت لبستيك البلاش والبرونزر وبس. وهلأ لازم اركض على الصالون لأنه تأخرت ولازم أعمل شعراتي، فرح فرجيكم اللوك الكامل مع الفستان وكل شيء.
اوكي سو اجيت عم بعمل شعراتي. هاي طبعا ميلاد دائما بيعمل لي شعراتي بس هيك حلوين تركون. صعب طالع مثل هدول. شو هدول هذا ال اسلام اسكوبار خير؟ اه لازم صح. ايه رايكم؟ والله يعني حلو حلو حبيت. لا ما تبصليش كده بقرف. ما تبصليش بقرف. اهلا غايه الورده. ليك الورده كملت بوكيه الورد جاي دلوقتي. ايه بوكيه الورد؟ والله انتم بتعملوا بوكيه ورد ثاني مع بعض ليه؟ ده الفوش اللي بيجي مع الورد. ايوه على كريمه. يلا جماعة لقيت مقولة جديدة كنتنا سرفزتنا. اوكي بنت حماي حياة بنت حماي حياة حياتي. حياة حياة. قولت لانا اجينا نعمل اكتيفيتي بالعرس نحط جليتر عشان شفنا بعض من حي مرة. أجيني أرجيني. واو كله عم يسلك يا جماعة. كله عم يسلك. جودي كتير حلو عم بمزح بس نمشك رايح. جودي عم يعرو امشك امشك بعيني رمشك عم يمشي سي ار.